صباح الخير للجميع، أنا اسمي عمر دجاني. أنا الآن في منطقة جبل مكاور في مادبا، وعم بحاول أورجيكم بعض معالم مدينة القدس. كثير ناس طلبوا مني أصور لهم القدس، طبعا واضح المعالم. اليوم الجو صافي زي ما احنا شايفين. هاي الكنيسة الأرثوذكسية الموجودة في أعلى مدينة القدس، وأيضا عندنا المسجد الأقصى، واضحة لمعته هون القبة الذهبية زي ما احنا شايفين. طبعا عشان تشوف الموقع بالضبط أنا وين، أنا جبالي البحر الميت وجبال الضفة زي ما احنا شايفين، وايضا قبالي الموقع الاثري تبع جبل مكاور. عندي مشكلة شوي بالفوكس. هاي الاعمدة الاثرية تاعت جبل مكاور، منظر كثير رائع. طبعا صعب الواحد يشوف القدس بالعين المجردة، لازم يكون معانا ضور او كاميرا فيها زوم كويس. يعني يمكن ناس تيجي هون وما تلاحظ انه مدينة القدس موجودة، بس انا بنصح الجميع طبعا يزور المواقع اللي عندنا بالمملكة. كل مكان فيه له ميزات حلوة، اجواء كثير صافية اليوم.